لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أما في سورة العنكبوت، قال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يقول تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. هذا لا يعارض قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. لماذا؟ لأن أثقالهم هي أوزار ضلالهم، ضلال الذاتي اللازم. أما أثقالا مع أثقالهم فهي الأثقال أوزار الإيه؟ الإضلال. فالأولى أوزار الضلال والثانية أوزار الإيه؟ الإضلال. ولا ينقص ذلك شيئا من أوزار أتباعهم الضالين. قوله تعالى في إبراهيم عليه السلام وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، هذه الآية الكريمة تدل على أن النبوة والكتاب في خصوص ذرية إبراهيم، وقد ذكر في سورة الحديد ما يدل على اشتراك نوح معه في ذلك في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فهنا في العنكبوت وجعلنا في ذريتها إبراهيم النبوة والكتاب، في سورة الحديد إن هذا مشترك بينه وبين نوح وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. الجواب أن نوجه الاقتصار على إبراهيم عليه السلام أن جميع الرسل بعده من ذريته. يبقى قوله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب يعني أن جميع الرسل والأنبياء الذين أتوا بعد إبراهيم عليه السلام كلهم بلا استثناء من ذريته، فهو أبو الأنبياء. فهذا الوجه الأول يعني. الأمر الثاني أن بعض الأنبياء من ذرية نوح ولم يكن من ذرية إبراهيم، صحيح ولا لا؟ في من الأنبياء من هو من ذرية نوح لكنه ليس من ذرية إبراهيم عليه السلام، كهود وصالح ولوط ويونس على خلاف فيه. ولا ينافي ذلك الاقتصار على إبراهيم، لأن المراد من كان بعد إبراهيم لا من كان قبله ولا من كان معاصرا له كلوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإذا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب يعني كل من أتى بعد إبراهيم كانوا من إيه؟ من ذريته. أما قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فلأن بعض الأنبياء كان من ذرية نوح لكنه لم يكن من ذرية إبراهيم عليه السلام كمن ذكرنا. فالاختصار على إبراهيم لأن المراد به من كان بعد إبراهيم عليه السلام بخلاف من كان قبله أو كان معاصرا له فلا يدخل في ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.